وظائف تتلاشى في أسواق العمل، تخصصات علمية بدون إقبال، اتجاه شبابي للمشاريع لحصد الأموال فقط، فقدان القيمة العلمية. كانت في البداية بتدهور المنظومة التعليمية وتغير حال الطالب والمعلم وولي الأمر والمناهج التلقينية، الماضي والحاضر، زوارة تربوية. قبل أن نتكلم عن التعليم في الماضي، لو تأملنا المجتمع الكويتي قديما نجد أن هنالك بعض المهن الفنية مثل البناء وبناء المنازل، بناء السفن وغيرها من المهن، لم يكن هنالك معاهد تطبيقية ولا معاهد فنية تدرب هذه الفئة من الفنيين، فمجرد كانت عن طريق المحاكاة والتقليد أو عن طريق الآباء يتوارثونها الأبناء، حيث أن اكتساب المعرفة بالمحاكاة والاحتكاك هي اللي كانت منتشرة في المجتمع الكويتي القديم. ومواد المعرفة بالمحاكاة ظهرت قديما من خلال الدراسة، عندنا طبعا كان الموجود الكتاتيب أو المطوع والمطوعة، كانوا يتناولون اللغة العربية، مبادئ الحساب وحفظ القرآن الكريم، وكانت تعتمد على الترديد والحفظ وخاصة القرآن الكريم. فالمطوع والمطوعة هم معلمو ومعلمات الزمن الجميل، وكانت الكتاتيب هي المعاهد الفنية التي تلبي حاجة المجتمع آنذاك، وكانت تغطي حسابات القوس والتجار، وكانت البيوت هي مدارس مصغرة خرجت من هم مسكوا الوظائف في المجتمع الكويتي البسيط. وساهمت الكتاتيب قديما في نشر الوعي الفكري بأهمية التعليم، حتى أنشئت عام 1911 مدرسة المباركية، ثم تلتها عام 1921 الأحمدية والأحمدية، إلى أن تقدم التعليم في الكويت إلى الوقت الحاضر. لو نظرنا إلى أولياء الأمور والطلبة بين الماضي والحاضر، لو تأملنا وضع الطالب قديما نجد أنه يسعى إلى طلب العلم، الطالب كان حريص أن يسعى إلى طلب العلم، والأسرة تدفعه إلى التعليم إلى ذلك، وولي الأمر وقتها حريص أشد الحرص على أن يعلم ابنه أو يثقفه، فلا يوجد تذمر عندما يحاسب المطوع الابن أو المطوعة تحاسب البنت ويعاقبه على عدم الحفظ أو عدم الالتزام. حتى في السبعينات عندما كنا نعاقب الطالب، طبعا لم يكن العقاب تأديبي كثر ما هو حريصين أنه يحس أن هنالك في علاقة بين عدم الالتزام في التعليم والعقاب الذي يأخذه، لا تجد ولي أمر يعترض، وهذا الموقف يخلق شعورا إيجابيا لدى الطالب، يدفع الطالب إلى الحرص على تلقي المعلومة. أما الوقت الحالي وللأسف ففي أبسط موقف عقابي من المعلم على الطالب يحدث تذمر وتطاول على المعلم والإدارة المدرسية، مما يخلق ردة فعل سلبية لدى الطالب في تقبل التعليم أو حتى السلوكيات في المدرسة ففيها ومن الطلاب، وهذا يؤثر على مخرجات التعليم. مخرجات التعليم الحالي، الفرق في تفاعل بعض أولياء الأمور وردودهم في السلوك السلبي مع الطالب ومع المعلم ومع الإدارة المدرسية، خلق جيل متهاون لا يعطي التعليم أهمية، فهبط مستوى الطالب، حيث أنه أذكر في بداية عملي سنة 76 في المرحلة الابتدائية مع حمد قلم، كان منهجنا مبني على معهد مع حمد قلم، هذا المنهج القديم هو اللي خرج القواعد الأساسية التي مسكت وزارات الدولة حاليا. النظام التعليمي في الماضي والحاضر في بينهم بعض الخلافات، كلاهما خرج أجيال خدمة البلد، ولكن عطاء النظام التعليمي في الماضي في نظري هو الذي أخرج ركائز المجتمع الكويتي الذين اعتمد عليهم التعليم في الحاضر، وخاصة المعلم الذي عاش في التعليم في السبعينات والستينات. التعليم القديم لا أثر في نفسية الطالب، وحتى نرتقي بالمنظومة التربوية حالياً التعليمية لابد من الاستعانة بالخبرات
التعليمية القديمة كما يقال زمن الطيبين. من هؤلاء الطيبين من استلم قيادات تربوية وتعليمية ممكن من خبراته عمل خلطة تربوية تعليمية جيدة لدفع المنظومة التربوية والتعليمية حاليا، وخاصة لخلق مخرجات تخدم وتبني المجتمع الكويتي. نتمنى من أبنائنا اللي في التعليم حاليا أن ينظروا إلى المهنة التعليمية أنها رسالة وليست لكسب المال، لأن معظمهم يسعى للتدريس والتعليم لكسب المال لأن الراتب عالي ويهمل الطالب في الفصل. الطالب أذكر لما كنا في ندرس الابتدائي في ثاني ابتدائي كنا نعطيه الجريدة البنطات الكبيرة كان يقراها الطالب في ثاني ابتدائي يقرأ، لأن كان الصف عبارة عن معرض للوسائل التعليمية، وكانت الوسائل التعليمية كلها يدوية، كلها شغل وعمل المعلم، ولم يكن هناك مشرف لإنتاج الوسائل التعليمية ولا وسائل مسجلات ولا غيرها، كانت تعتمد على إنتاج المعلم، فكان الفصل عبارة عن معرض. نتمنى أن الجيل القادم من أبنائنا المعلمين والمعلمات أن يرجعوا إلى ما كان عليه القديم، فدمج القديم في الحاضر يعطينا خلطة تربوية تعليمية نتمنى منها من خلال هذه الخلطة أن نخدم بلدنا الكويت. طبعا يمكن أنا ذكرياتي كلامي مبني على ذكرياتي كطالب. أنا بديت حياتي في المدرسة الشرقية والابتدائي في بداية الخمسينيات، وطبعا كانت المدرسة بالنسبة لي مدرسة مستواها أكثر من مستوى البيت، من مستوى الخليج، من ناحية مباني أو كلمات أو ناس يكلمونك يعلمونك، لأن الأم الناس الفضليين أهلنا كلهم لا يقرون يكتبون، وأقربهم بسطاء مساكين جايين من المهن البحرية والمهن الاقتصاد البسيط بذاك الوقت. تاريخ الكويت الحقيقي للتعليم بدأ بالخمسينيات مع أيام مرحوم عبد الله سالم لما يسمى دار المعارف، كلكم تذكرون مدرسة شرقية، النجاح، الصباح، مدرسة الصديق، المتنبي، مدارس ضخمة كبيرة أكبر من بيوتنا، واسعة، فيها ملاعب، فيها خدمات، فيها أكل صحي لأن كان الأولاد عنده فقر دم، كان صحة، رعاية صحية، حتى الحلاق، حتى الأظافير قصص ونعقق، وبالتالي كانت المدرسة الحقيقة لنا كل شيء بالنسبة لنا، كانت رعاية متكاملة. في نظام المدارس القديمة أنا حسيت كطالب أني أنا ما أحتاج شيء، كتاب، ملابس، جوتي، دول، صحة مدرسية يفحصوني بدون مستشفى يحلقوني كذا، إلا أنا أخذت الخدمة هذه. الحقيقة يمكن أنا ذكرياتي كلها جميلة في مدرسة شرقية، وطبعا انتقلت المتنبي، فكانت الرعاية متكاملة كأنك أنت ولدهم، فهي ما كانت تعليم ومدرسة فقط، كانت تربية وتعليم، كانوا يعني يحاسبونك ويهدبونك، مو بس يعلمونك مواد دراسية مثل حاليا. فالنظام السابق اللي كان وضع بعين الاعتبار حاجة المستقبل للكويت، يعني في بداية الخمسينيات يبون موظفين يكتبون يقرون أحيانا، يبون مدرسين، يبون أطباء، يبون أخصائي كويتيين، فكان الحقيقة تشوف إن حتى ثانوية عامة شويخ، جامعة شويخ اليوم جامعة الكويت، فهي كانت محطوطة حق مستقبل مو محطوطة حق ثانوية فقط، مع أن في ثانويات بدائية طلعت وثانويات أخرى ثانية مع تمدد عمراني للمدينة الكويت برا السوق. فهذه الحقيقة يمكن أنا ذكرياتي جدا جميلة، دائما أعشق النظام المدرسي أكثر ما أنا لما صرت مدرس. لما صرت مدرس في العسكر في السبعينيات 67 جريني، أهم كانت الحقيقة امتداد العمراني لكيفان وناط الشامية وكذا، عطت مدارس واسعة وضخمة فيها مسالح وفيها ملاعب وفيها، وكان في طفرة لدرجة أن أنا أعتقد وبدون مبالغة أن أعتقد أن أنا مدارس الكويت في ذاك الوقت كانت أحسن مدارس موجودة في العالم العربي كله في نواحي الشرق الأوسط، من ناحية الرعاية، مجانية، شمولية الخدمات والكتب، حتى القلم يعطوكي، حتى المحايا يعطوكي، فبالتالي كان الحقيقة يمكن العصر الذهبي بالنسبة لي أنا. عشت في بحبوحة من الرعاية، بحبوحة من التعليم، طبعاً ما أعرف كيف نحاسبونا وربونا وخالقونا وطلقونا، لكن الحقيقة طلعوا جيل خدم السبعينيات والستينيات والسبعينيات البلد بشكل وايد ممتاز. فأنا ذكرياتي بالنسبة للنظام التعليمي في الكويت
جدا جميله، وكنت محظوظ اني اعيش بديك الفتره، واعتقد انتم يمكن عشتوا بديك الفتره معي، عندك يمكن اصغر مني وايد. صراحه ذكرياتي يمكن ما تختلف كثيرا دكتور عن ذكرياتك صراحه، يعني ذكريات فعلا جدا جميله وجدا يعني مؤثره فينا الى الان. ويمكن نتحسر في بعض الامور الحاليه على ما سبق، يعني كانت الوزاره لها رؤيه مستقبليه واسعه، يعني كانت كل مشاريعها وكل انجازاتها تنم على رؤيه واسعه ورؤيه يعني جيده للمجتمع. رايحين مكان، عارف رايحين مكان معين، رؤيه واضحه، انا شنو ابي من المواطن، شنو ابي من الطالب. حتى من الان يعني كانت تذكر انتم كن المعهد الصناعي والمعهد التجاري والمعهد هذا اللي مشيت نوع التعليم، ها نوع التعليم الان كان يخدم ايضا حتى التعليم بشكل عام، كان يخدم المجتمع. الان انا من المعهد الصناعي سويت انا مطبعه الوزاره، سويت عمال الاشغال، جراج الاشغال، يعني كثير من الخدمات كانت بانيتها الوزاره، عندها رؤيه ان انا بطلع جيل يخدم المجتمع. مع الاسف الان يعني قفلت هذه يعني المشاريع، انا لا اعلم ليش، لكن فعلا كانت تخدم يعني التوجه في استفاده من المواطن في العمليه هذه. ايضا الوزاره كانت يعني تقدم خدمات صراحه رائعه رغم قله الامكانيات، ولكن مع قله عدد المجتمع وقله الطلاب وقله اعداد يعني المتعلمين، كانت توزيع الوجبات، الوجبات الصحيه، وتحرص انك تاكل الوجبه الصحيه هذه عليه سواء بالرياض الاطفال. انا اعتقد من رياض الاطفال كنا ننام حتى نوم، يعني كان نوم والامر يودي الطالب هذا من الصبح ما يستلم الا العصر المغرب، فتكون طول الفتره هذه تحت رعايه كامله ونوم وتغذيه، وتكون تغيير حتى تغيير الحفاظات، تغيير في شيء ها، كان بعض فكان هناك عماله جائزه لهذا الموضوع. شوف مستوى الخدمه يعني الراقيه في هذا الموضوع نتمناها اليوم، نتمناها اليوم. فكان حتى الموظف اللي يروح ما يقدر ياخذ ولده يجي للعصر، خاص هو في ايدي امينه، بدل ما الان نحطه في حضانات وحضانة معينه يعني قد تكون يعني في على مستوى عالي او تكون على مستوى، فتامن انت مغامر بولدك او ابنائك في هذا المستوى. فكانت الوزاره فعلا دفاتر، حتى الدفاتر يعني الكراسات كان عليها شعار الامير اذكر للان، شعار الحكومه، والكراسات هذه انتشرت بالخليج الى الان، في بعض دول الخليج يستعرضون الكتب والكراسات اللي كانت تمدهم الكويت. فكانت رؤيه الوطن صراحه الدوله واسعه، رؤيه تخدم مو بس المجتمع الحالي وانما تخدم حتى المجتمعات الخليجيه الاخرى، كانت تدعم. ايضا لو انتقلنا الى ولي الامر، ولي الامر كانت طبعا المستويات التعليميه ما كانت الحاليه، ولكن سبحان الله كانوا يحرصون على تعليم ابنائهم، كانوا يحثوننا على الذهاب للمدارس، وكانوا يشجعوننا وكانوا يعني يوفرون كل الشغلات اللي نبيها. ايضا الطالب نفسه كون من هذه الحاله اللي حوله تكونت عنده قناعه ان فعلا التعليم مهم، وكنا نروح نتعلم، وهذا بدون تكسر الطالب خلاص انعكس على الطالب، ضغط يعني توجهات الوزاره وتوجهات ولي الامر انعكست على الطالب، وفعلا كنا نروح يعني بعض الاحيان ولي الامر ما يدري انت اي صف، ابوك ما يدري انت اي صف، ولكن يبيك تتعلم، لا تنجح، لازم تنجح بس لا تبدا واحد، اي لا تبدا كيكه كيكه قبل كان يسمونه كيكه. فكانت والله فعلا حقبه رائعه، ها نامل ان تتكرر ان شاء الله.